تغير أهل الزمن. أهل الزمن فيما مضى ليسوا كأهل الزمن في هذا الوقت. تقول أم الدرداء رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: دخل علي أبو الدرداء يوماً مغضباً قد اشتد غضبه، فقلت له: وما يغضبك؟ فقال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: والله لا أعلم من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم مما يفعله الناس الآن إلا أنهم يصلون. ذكر عنه الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع أنه كما قال الحسن: سئل أبو الدرداء: لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي أينكر علينا ما نحن فيه؟ فغضب رضي الله عنه واشتد غضبه فقال: وهل يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمركم شيئا؟ يقول الزهري كما في صحيح البخاري: دخلت على أنس رضي الله عنه وهو يبكي بكاء شديدا، فقلت له: وما يبكيك؟ فقال: لا أعلم شيئا مما أدركت عليه زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. بل قال رضي الله عنه كما عند البخاري: قال لمن هم في عصره: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات، من الكبائر. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة قال: ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه أحد إلا من دعا الله كدعاء الغريق، من هو على قرب من الغرق كيف يكون دعاؤه لله عز وجل؟ قال: سيأتي على الناس زمان لا ينجو فيه أحد إلا من دعا الله كدعاء الغريق. الطرطوشي رحمه الله كما في كتابه الحوادث والبدع قال: إن الحسن البصري لما صلى الجمعة جعل يبكي بكاء شديدا، فقالوا له: يا أبا سعيد، ما الذي يبكيك؟ قال: والله لو دخل رجل من المهاجرين من باب هذا المسجد فرأى الناس على ما هم عليه، والله لن يعرف مما عرفه في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أنتم تعملونه اليوم، لا يعرف شيئا. ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع قال: ما من عام إلا وتأتي بدعة وتختفي سنة حتى تموت السنن وتظهر البدع. قال الطرطوشي رحمه الله قال: فانظر إلى زمن هؤلاء حينما طمس الحق والتبس الحق بالباطل، أو لبس الحق بالباطل، قال الطرطوشي: فما ظنك بزماننا هذا؟ والله المستعان، انتهى كلامه. هو يعتب على زمنه
أبو بكر محمد بن الوليد محمد الطرطوشي، عاش في أواخر القرن الخامس، لأنه توفي سنة 520 للهجرة. هذا قوله في زمنه لما ذكر ما ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في تغير الزمن. فما ظنكم بزماننا هذا؟ كيف لو رأى الطرطوشي زماننا هذا وبيننا وبينه ما يقرب من 900 سنة؟ الصلاة ضيعت، البدع والخرافات ولا سيما مع وسائل التواصل في هذا الزمن انتشرت. لما؟ لأن الناس بعيدون عن تعلم العلم الشرعي. لا، لا بد أن نقيد المبني على الدليل من الكتاب أو السنة مما فهمه سلف هذه الأمة، وإلا فالعلم يصور على أنه في مثل هذا الزمن في كثير منه يصور على أنه علم شرعي، وبه من الخلل ما به من الخلل.